الخبر كان مفجع بكل كل الطرق. الطالبة كانت يعني قبلها متواصلة مع أسرتها وعادي جدا، وعقب يعني عقب التواصل مفيش وقت قصير جالهم خبر وفاتها في انقلاب أتوبيس الجلالة اللي انقلب امبارح أثناء توجههم من جامعة الجلالة لبورتو السخنة. الأتوبيس كان انقلب وهو كان بيحمل علم طلاب وطالبات من كلية الطب والصيدلة في جامعة الجلالة. الأتوبيس انقلب بيهم، وده أسفر عن مصرع أكثر من 12 طالب وطالبة من كليات الطب والصيدلة بجامعة الجلالة وإصابة 32 آخرين. من ضمن الضحايا كان الطالبة هاجر ياسر بنت قرية المناشي التابعة لمركز ديروت في محافظة أسيوط. هي طالبة بكلية طب الجلالة الأهلية. زي ما حضراتكم شايفين احنا موجودين مع حضراتكم لتشييع جثمان الطالبة بمسقط رأسها بقرية المناشي التابعة لمركز ديروت في محافظة أسيوط. زي ما حضراتكم شايفين حالة من الحزن الشديد بتسيطر على الأسرة وعلى أهل القرية عموما، بسبب يعني الخبر كان قاسي على كل أهالي القرية. الطالبة معروف ليها بحسن الخلق، الطالبة كان معروف يعني كله كان بينتظر إنها تخلص كليتها، وإنها يعني كان بيقولولها الدكتورة 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 هاجر، كله كان مستني تخرجها وكله كان بيتوقع لها يعني النجاح المبهر. زي ما حضراتكم شايفين حاليا بيتم دفن جثمان الطالبة ياسر في مسقط رأسها بقرية المناشي التابعة لمركز ديروت في محافظة أسيوط، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرتها وزملائها وكمان أهالي القرية. الحادث كان يعني بشع بكل الطرق، أسفر عن مصرع 12 طالب وطالبة، أكثر كمان من 12 طالب وطالبة بكليات الطب والصيدلة بجامعة الجلالة الأهلية، وكمان أسفر عن إصابة أكثر من 32 شخص بين الطلاب. تم نقلهم للمستشفيات عقب الحادث امبارح. الجسامين تم التحفظ عليها في مستشفى السويس العام والمجمع الطبي. كان من ضمن الضحايا بنت ديروت بنت محافظة أسيوط الطالبة هاجر ياسر طالبة كلية الطب بجامعة الجلالة الأهلية. وحاليا زي ما حضراتكم شايفين بيتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير من مسقط رأسها بقرية المناشي التابعة لمركز ديروت في محافظة أسيوط. أعزائي متابعي ومشاهدي موقع القاهرة 24 قناة كايرو لايف،